عندنا دراسة في كلية الدكتور ثلاث شهور يعني خدت ثانوية عامة تقول لي تعيش الدكتور بإيه ولا بي ولا سي إيه تطلع في الراحة من أول يوم هاخد آلاف كتير جدا هقلل السيرجي بعدين ياخد السيرجي ريحة فارماكولوجي بلانيا في الباثولوجي كبير جدا ليه؟ أنا بوظف جراح وياخد بطن قليل وجراحة كتير تمام؟ بي هطلع بطين طبعا الجراح مش معنى جراح يعني النسا جراح الرمل جراح الفوزو جراح يعني مصر يعني واحد يلبس مصر بي هيمسك سماعة نيورولوجي كريتيكال كير سماعة مطرقة يعني تمام؟ أو ممارس عام اللي هيخش يبقى ممارس عام ممنوع ياخد شهادات بعد كده ما ياخدش ماجستير ودكتوراه هيبقى طول عمره ممارس عام او طبيب عام اللي هو عايز الجزء الضعيف من الطب هياخد شويه بطن وشويه دراع وشويه نسا بنخلق ممارس عام هل دي فكره كويسه ولا فكره مجيله؟ لا ما تقولش عليه دلوقتي يا حيوان تكتب الاجابه لا ما تقولش تسال لا ما تقولش ما مش عايز اجابه دلوقتي انا اللي هجاوب دلوقتي انا الموضوع ده بيخرب بيتك بقالي بفكر فيه ثلاث سنين انت بتفكر فيه ثلاث دقايق اقعد اهزمك هتقول لي مثلا زي واحد رد عليا قال لي مش هعرف اسافر السعوديه ان شاء الله ما سافرش مثلا لكن هتسافر بلاد محترمه انك انت عشان تنزل بره ما بتسالني لعيب يسال لا ما تقترحيش تقترحي ورا كل واحد ما تتكلمش تسال انا هقول لهم ما اعرفش السين عامل ايه انا ما اعرفش انما ممكن نسال يعني ممكن العب السين واحد بين الصف صبياني راح اسال في السين وتعلم بسرعه هروح بس هي دي الفكره دي اذا يعني فكروا فيها كجروبات ام مبادئ كجروبات يعني ما طلع جراح بس جراح قلب وصدر على فكره بعد ما حياه الجراحه هيبقى عنده اخر سنه سبيشال هو الخط انا عايز اخد جراح مثالي هياخد مثالي بس عايز اجراح قلب وصدر يعني هيقعد سنين الدراسه معاه خمسه ما عدا سنه عن سبيشال يعني نفكر سوا لان في مؤتمر قريب هيبقى فيه تطوير تعليم هيتاخد فيه قرارات خطيره جدا لكل الطب فاحنا ده احد الافكار اللي انا قايلها فكره حسابيه قد تكون تحريميه قد اكون بخرب لكن انا سني ما يسمحش ان اخرب ليه؟ لان انا شفت تحت الطب انتوا اترحمتوا من سنه سنه اعدادي كنا نقعد نشرح بضاعه ونسال الراجل كنا في كليه العلوم انتوا بضاعه اللي حكيت فيه بضاعه دي مهمه جدا للتشريع الانساني طلعت لها قيمه في العالم خالص الصفار تروح للصفار او المصحف وقالنا هتتعادل هذه الشهاده بمثيلاتها العالم هتتعادل بمثيلاتها ان انت جراح كانك انا بعملك بوست جراديوس من اول يوم مش بخليك بكالوريوس وبعدين تبقى بوست جراديوس انا داخل واحد بوست جراد من اول يوم ليه؟ انت بتتعلم ازاي؟ في حاجه اسمها المعرفه ما هي وسائل المعرفه؟ كان زمان السمع وعندما اخترعوا القراءه السمع والقراءه وسائل انك تعرف معلومه دلوقتي تتغير بعدين معلومات كتير جدا يعني انا لا انسى سيف اللوب اللي انا حفظته عشان اخش ام دي كان 800 صفحه دلوقتي 4000 800 73 وانا داخل ام دي ب 4000 صفحه في سنه 2011 هل انت تقدر تقرا 4000 صفحه؟ يبقى مبارك خلي بالك المفروض انك ما تخش الدكتوراه المفروض انك تكسب على فكره تكسب بطنك وتكسب بطنك ونسى وتخدير المفروض تعرف تخدير كويس وامرجنسي يبقى احنا بنخاف يبقى احنا بنلزق بنطلع واحد حيوان ومعروف كده انه واي كودد موفينج هارد بروجرامينج مش عايزين يبقى كده عايزين يطلع يمسك مشرط ويشتغل من اول يوم يبقى فاضل لك ايه؟ سنتين تدريب بدل سنه امتياز حتى سنه التدريب خلاص وبقيت دكتور كل واحد يكتب مليار
بس يمشي وتكتب رقم قومي كمان. اتفقنا؟ هناخد بقى النهارده موضوعين. هو يقدر يحدد نفسه حسب امكانياته الذهنيه والماديه. انا مش عايز ابقى جراح ولا طبيب، انا عايز ابقى ممارس عام لان انا اشتغلت بلدي في قريتي، انا مش عارف ماليش هذا الطموح. خلي بالك دول التلت الحكايه، مش عايز ابقى الاخبار تكتب بالاحصائيات اللي انا عاملها هنا في النقابه. تلت الدكاتره مش عايزين ودكاتره بره، عايز ايه؟ يعالج انفلونزا ويولد واحده ست تولد طبيعي ويقول ده سرطان ثدي بس ماليش دعوه بيه، يروح بقى للي بيفهموا. في ناس عايزين كده. فاذا كان عايز كده الاول، اذا كان مش موجودين ولا موجود، يا ريت يبقى النوع ده مش موجود. احنا هنناقش القضيه النهارده والخميس الجاي. يقول يا جحش برافو عليك برافو عليك. دي كلمه لو سمحت، انا طالب السلام عليكم لا اعرف حاجه اصلا. هنعمل مثلا مده شهر بعد السلام عليكم لحد ما النتيجه تطلع. من يرى في الحق بيقول كنت هيجي هنا. هنقعد نقول له يعني ايه بطنه؟ يعني ايه راحه؟ بتشتغل ازاي؟ وده بيكسب فين وده بيكسب فين؟ وده بيشتغل فين وده بيشتغل فين؟ هيبقى الجمهور بيت فين؟ بعدها يقدر يختار. صح؟ صح ولا لا؟ مش مهم. اكتب انك مش مهم. انت عايز تفضل بهذا الخرم اللي احنا ماشيين بيه؟ انت هتوفر سنين. هتوفر سنين، يعني حتى سنه سبيشال سنتين وثلاث، كل حاجه ست سنين. لان انت بتشيل من على كاهن واحد حاجه مش هتلبس. انا مقابل جراح زميلي دلوقتي اقول له انت فاكر امراض الغلطه؟ 2% اللي جاوب يقول لك اه فاكر، 2% اللي جاوب يقول له اه فاكر، والباقي كله طب انت شايف ازاي؟ يقول لك لا انا بشتغل شغلتي. فما بالك لو كان جراح سبيشال، يعني جراح سرطان، ده ليس جراح مش ليس البقرة. المهم هناخد موضوع النهارده الاثنين انترستنج جراح. موضوع اللي مش فاهمين من التي بي، عشان لسه فاهمين التي بي. التي بي مش فاهمين ايه حكايه التي بي اللي في البيت؟ يعني اقول لك بتاع وكلام كبير والفاظ عجيبه جدا مش عارف تصل الى حد الالاحه واحنا مش عارفين ده اوله واخره. التنين اورجانيزم صح؟ تو تايب اوف الغلط. عندنا هيومن تايب وموبايل تايب. الموبايل تايب ما غالبا ما تصيب الانتست ونادرا ما تصيب المرض، لكن تصيب المرض. والهيومن تايب نادرا ما تصيب الانتست، لكن هي كومن في الهرمونال تايب. احنا بما ان بناخد شاسع التي بي يشوف اي حته في الجسم، اي حته احنا بنشوف دلوقتي ازاي؟ لما ناخد شاسع احنا نتكلم بعنوان بارمولي تيوبروس. الباسيلس اسمها كوكس باسيلس على اسم الايه؟ الفشل. دلوقتي هنقول كلمه لازم تعرفها كويس جدا. باسيلس اون فيرجن سايد. باسيلس اون فيرجن سايد. تربة عذراء لم ترى هذه الباسيلايت لا علاقة للعقول بالسن. ممكن يبقى باسيلس اون فيرجن سايد سن كان مين سنة؟ أول مرة أشوف باسيلس. مثال واحد من السويد اتعين في السفارة في مصر فلقى تي بي من مصر أول مرة أشوفه. أنا مش عارفة بالسن. انما اذا كنا بنتكلم في اور كوميونتي فاحنا بنشوف هذه الباسيلس واحنا سننا من 6 ل 8 سنين. عشان كده الفكره مختلفه في مخك. ما هو البرايمري كومبلكس؟ ما هو الكلام ده كله؟ الفكره مختلفه في مخك. يبقى باسيلس اون فيرجن سايد دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. هذه الباسيلس اون فيرجن سايد يتعامل مع الجسم ازاي؟ والله ده في اللنج بيتعامل بطريقه معينه، طب في الجلد بنفس الطريقه، طب في الانتست بنفس الطريقه، طب في مناخيرك بنفس الطريقه، طب في اي حته مش عايزين نقبع بنفس الطريقه. تمام؟ بتضحك ليه؟ مش قصدي بالجلد. تمام؟ طب ما هي الطريقه اللي يتعامل
جسم ليها مع باسيلس لأول مرة يشوفها يتعلم بحاجة اسمها primary complex. ما هو primary complex؟ حاجة في مكان مجال الباسيلس ثم الليمفاتكس تلتهب ثم الليمفاتكس السايت اللي عمل فيه تلتهب. يبقى ما هو primary complex؟ ثلاث حاجات سايت إن كان في الجلد تبقى ألسر ثم الليمفاتكس ثم الليمفاتكس. طب في اللنج بدل أكثر بقى نيمونايتس التهاب ما هو نيمونيا كبيرة. طب عايزين نصغرها كتاب مصغره ايه؟ كتاب نيمونيا مصغرها نيمونايتس. هذه النيمونايتس هتيجي في اللنج. مين أول واحد لقطها؟ حوالي اسمه جونز فسماها جونز فوكس. هي تاكل النيمونايتس ثم الليمفاتكس اللي ما بينها وبين الليمفاتكس اللي في العينة وفي الميديسايما تبتدي تكبر يبقى لازم برايمري كومبلكس جوز فوكس ليمفاتكس ليمفاتكس مثلها اي برايمري كومبلكس في الجسم. طب باسيلس كونفرجنت سايكل انتستين انسر في الانتستين ليمفاتكس ليمفاتكس في الجلد في العين في اي حاجه. يبقى باسيلس كونفرجنت سايكل تعاملت مع كيف يتعامل الجسم مع البرايمري كومبلكس؟ كيف يتعامل معاه؟ انا بتكلم على البرايمري كومبلكس 99% يريدون 99% الكونز فوكس ده تاتشو في مونايتس تخيل زي اي نيمونيا في الدنيا الليمفانجايتس والليمف نود تكش شويه زي ما فات تمام. ده اول احتمال انها تريدون كل البرايمري كومبلكس. نمرة اثنين تبروجريس اصبحت كارثة هو 1%. مين اللي هيبروجريس؟ طبعا الليمفاتكس عمرها ما تبروجريس حاجة من اثنين يا الجون فوكس بروجريس فتتحول من كوتين الى جدال اي من نيمونايتس الى نيمونا اسمها كيبيرس نيمونا خطيرة جدا او الليمف نود بروجريس اللي هي دي. طب الليمف نود بروجريس بايه؟ بحاجة من دي لا تنجر اما بالكبر واما بالرقشة اما بالفتح للنودز دي واما بالكبر. بالكبر ما عملش غير حاجتين اما بالديستانجر سندروم اما الاقي طفل صغير عنده ديستانجر ما بيعملش حاجة في النودز. لماذا؟ ده برايمري كومبلكس لان كبيرة الديستانجر عملت مشكلة او انها تقفل الميدل برونكس اون ذا ميليو اسمها ميدل لوب سندروم. اسمها ميدل لوب سندروم. ما هي ميدل لوب سندروم؟ بارشل اوبستراكشن اوف ذا برونكس اوف ذا ميدل لوب يدينا برونكيتس اللي هنتكلم عليها النهارده اوف ذا ميدل لوب. يبقى ما هو الميدل لوب سندروم؟ هو برونكيتس اوف ذا ميدل لوب ديو تو بارشل اوبستراكشن اوف ذا برونكس. ده بالايه؟ ده بالكبر. موافقون ولا لا؟ خليكم معايا عشان هتوه. باسيلس كونفرجنت سايت تعمل ايه؟ برايمري كومبلكس فين اوف ذا برايمري كومبلكس؟ واحد ريزولت اثنين بروجريس. مين؟ ايه او مين؟ اما الجولد فوكس بروجريس اللي هي الكيبرس نيمون اما الجلاد بروجريس دي واحد او اثنين اما بالكبر تدينا ايه ومين؟ اما ميدل لوب سندروم او الديستانس. فاكرين ثلاثات 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 متماشي تمام؟ إما بالرقشة هترقشة فيه الجلاد ما قدرهاش غير نوعين من الفيزنز فيزنز رايحة للمنطق فيزنز رايحة للرقشة أو فيزنز راجعة من المنطق إلى القلب. والله لو رايحة للمنطق بعد المنطق بالتالي ميليا الهيدروجلوزس والطلق ميليا الهيدروجلوزس والطلق يا إما فتح في التفانون يا أبو الراجل يا إما فتح بالقمر الجديد برانش ميديا ليكولوجوس أو سابوتي راح تلاقي إيه دي مونيتور لانجيز بس من جالس بول تيجي بول جوال تيجي جون تبدأ تيجي من أي حتة تتعب منها البلور منها البلور عن طريق المن راح البلور تاني البلور تيجي. يبقى ما هو الفيت أو البرايمري كومبلكس؟ ثلاثة واحد It resolves completely. The mean of 99% of the cases in 1% of
فيديو الضيف ست سبع سنين عن المدرسه دي رجع نهايه بسخن وارفار ست سبع ايام ما حدش شاف عليه وحط الواحد كان يحمي مين؟ كان يحمي البرايمري كومبلكس اللي هو فوكس والليفر بالانس دي في دور ودي في دور او تبروجريس هنفشل بقى في البروجريس اللي فانجلتس مالهاش علاقه بالبروجريس خالص عمرها ما تدوس يا اما دي هتكبر تبقى في مركز سيمونيا يا دي هتكبر تعمل من ديسانت سندروم او من اللوز تمام؟ انتراكشن اللي في اللوز تراكشن البلمونري ارتري برانشز ميديان تبروجريس تبانت او البلمونري دين برانشز ميديان تبروجريس اوف ذا بودي كل البودي بيتاكل ذا فيري سيريس كومبليكيشن احنا قلنا في ثلاثه كيس للبرايمري كومبلكس واحد اثنين لكن لو ركز لكن لو ركز هو البسيطس دي ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين صح؟ طيب بروتين غريب عن الجسم انا يمكن اتعامل معاه زي اي حاجه غريبه عن الجسم الذي هي هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن بدل ما يبروجريس لا يعمل لي حساسيه لان ده عامل حساسيه بتكون سنين بس ايه بالظاهر الهايبر سنسيتيف ريأكشن؟ واحد بلور فيوجن ترانسليشن واحد عنده زي ما يورم عينيه اما انا اسالك بقى كيف في بيع بلور فيوجن؟ تقول لي ثلاث طرق واحد اكستنشن فروم ذا لارج رفع اثنين جلد من الدم ميجرين اوف ذا بودي رفع او هايبر سنسيتيف ريأكشن دول الثلاث طرق اللي يعمل فيهم التي بلورال ديفيوجن خلي بالكم من كل كلمه بقولها لان موضوع التي موضوع مكلكع لازم نبسطه جدا الطريقه الاولى الهايبر سنسيتيف ريأكشن ان يكون بلورال ديفيوجن فليكتن خدته في الواقع حاجه اسمها فليكتينيال كونجكتيفايتس لاحد الناس لاحد لما الاقي واحد فليكتن اقول له روح اشعل صدرك ده تطلع ايه؟ ده تطلع تي بي تمام؟ This hyper sensitivity reaction ده مهم جدا ليه؟ لانه مصدر كتير فانا لو طولت تبقى كارثه تبقى كارثه او الريسيما نودوز الريسيما نودوز اللي خلاكيح في جلده وهو اساسا دي امثله لهايبر سنسيتيف ريأكشن المثل اللي جاي ما هوش كلمة ده راديولوجي الاقي حته من الارض كلها اكسديشن بدل ما فلورا هي اللي بتنقي ميه الارض بقت اكسديتد اسمها ايبي تيبركلوز ايبي تيبركلوز هي راديولوجي فاير عيب لما احط السماعه والعين عامل ايه يا ابني يقول لي ايبي تيبركلوز يبقى باثلس اون فيرجن فاير هتعمل برايمري كومبلكس السؤال ذا فيت اوف ذا برايمري كومبلكس واحد resolution اثنين progress ثلاثة hyper sensitive reaction البروجريس اما في اللنج في النمونيا او في جلاس بالكبر او الرابشة بالكبر تو سيندروم دول مش مين في ديسان سيندروم او من يور سيندروم بين الرابشة اما في البرمونة الارض في الرابشة الدينامية الاوتامان او في البرمونة الجرين في الرابشة الدينامية الاوتامان الهايبر سنسيتيف ريأكشن اي صوره من الصور اللي بتبقى مدوزه ايه بتبقى كلوزس او بلورال ديفيوجن تمام؟ ده نقطة من النقط المهمة جدا جدا اللي انا ايه كنت عايز اركز عليها. طيب ما هوش بسيتلس بروجيشن فاكر انا يا طفل اخدت التي بي عملت انتي بوكس ما هو خلي بالك بسيتلس بروجيشن فاكر عملت انتي بوكس يعني راجل نومي لا علاقة لها بالسجن زي ما اتفقنا لا عملت انتي بوكس هل لو خدت تي بي تاني البودي يرياكت بنفس الطريقه؟ نو ليه؟ لما قلنا عن انتي بوكس بقى هيعامل الباسيلس بالمعامله الاولى المعامله الاولى كانت الباسيلس مختلفه ما عندكش انتي بوكس خالص فعملت اللي بتعمله كانت الجسم كويس وقدر يكومبات بيس باسيلس خالص اللي هو اللي اتكلمنا عليه في قسم الريزوليوشن انما لو خدتها تاني لو خدتها تاني فيها شك كبير جدا شك كبير يقول لك لا انت عمرك ما تاخد بيه تاني يا جحش انا بشوف كبار يقول لك ده ري اكتيفيشن مش ري انفكشن يبقى قضيه الري انفكشن من الري اكتيفيشن قضيه خطيره جدا وصعبه جدا
متى يحصل لك ري اكتيفيشن؟ الفيوت اميونيتي از لو. قعدت تذاكر كتير، جالك ايدز والعياذ بالله، كانسر والعياذ بالله، لان الاميونيتي خلي قد يقتلوا واحد روماتويد، واحد دكتور فقعوا كورتيزون. دلوقتي في امريكا ممنوع حد ياخد كورتيزون الا قدر التبركلوز معاك. خوفا انت ما تعرفش انت عندك كوكب جوه ده في حقيقه تشاؤميه. هو تتشائم بس هي تشاؤميه. يعني انا تسمعوا اللي هقوله دلوقتي لازم انت تصوت. يا اخي هو كده وانت تفرح وانت تبدا الحجاب وانت تطلع مصر، يعني لازم تعمله صوره ومضاره. لما اقول هل تعلموا ان المسائل اسمها الكوتش؟ بتاتا هي بتعيش ثوره، بتعيش جوه قاعده مستنيه لغايه فين؟ مش الدوره، الدوره بتعمل صوره لغايه في القصر. يعني لك في القصر الصعايده عايز يقتل واحد ما يتخبش الدوره، لان لو اتحرك الدوره بتعمل صوره انها قصر ما يعملش. فدي لغايه في القصر عشان تنتهي فرصه يوما ما منعتك كده. تمام؟ اذا قضيه الري اكتيفيشن قضيه خطيره. طب الري اكتيفيشن اخطر صح؟ عشان اثبت دي اتس امبوسيبل. ليه؟ هجيب الباسيلاري اللي عندك واديها خدمه الناس. تمام؟ واستناك لما اجي لك فيه تاني اشوف هم اللي عايزين خدمه الناس ولا دول جداد؟ مين يقدر يعمل كده؟ فانت اللي تشوف باسيلاري تقول يبقى في تو ثيريز تستكمل في الروس. تو ثيريز. ثير رقم واحد ري اكتيفيشن، ثير رقم اثنين ري انفكشن. بيني وبينكم بقى ما تفرقش معانا، هو عنده تي في بس يتعامل ازاي؟ يتعامل ببطء مش زي البرايمري مش عارف بيرلي فاير. بمعنى انه يعمل فايبروتيز للفخاش. فايبروزس عندي انتي بودز وكازيشن. الكازيشن هي النكروزس اللي بيحصل في حته بتاعت البر اللي ما بتسافرش تحول بعد الشهر. تمام؟ طيب يكبر الليمف نودز اطلاق الليمف نودز ده كلمه تكبر مره في العمر. ليه؟ لان اللي فات سالت من الالتهاب الاولاني فاكرين جولد فوكس وايه؟ تفضل المرجله دي خلاص قفلت. يبقى كاركترستيكالي او كما يقول الطلبه كاركترستيكالي ما عندوش الليمف نودز الكبير. اما اي واحد كبير سنه 30 سنه في مصر وده ليه انفكشن او ليه انفكشن واعمل له اكسيرين الاقي التي بي وارد للماء وده وارد للنوز. طب الصغار الاقي مش وارد للماء وشبيك للنوز. لماذا؟ لان ده غير الاطار اللي احنا ده التي بي معروف انه انفكشن. ليه يعمل؟ يعمل هل لان الايدز از ليس انتيميتد؟ هل لان الايدز از ليس سبلاي باي ذا بلاد؟ الله يعلم. انما يشد عن هذه القاعده الدايبيتكس. الدايبيتكس والنون فيو ان التي بي بيزا از نوت ايه. فده الباثولوجي مهم جدا. يبقى عندنا ري اكتيفيشن تي بي او ري اكتيفيشن، عندي برايمري تي بي ده اسمه برايمري ده اسمه سكندري. حد عنده سؤال في كل ايه هو التي بي؟ يبقى لو واحد مصري وشكيت تي بي تفتكر هيكون اي نوع؟ سكندري، لان كلنا خدنا البرايمري والاكبر. طب لو واحد سويدي متعين في السفاره دي في مصر وسافر وشكيت في دي هيكون غالبا من نوع يكون برايمري تايب اللي ده باسيلد اصلا فيرجن شارك. على فكره انا بكرر السويد ده السويد خلصت من دي تمام وتخلصت من حاجه ثانيه مش هتصدقها من ستريبت انفكشن. ما عندهمش الكروكر انفكشن، ما عندهمش رمات كتير. كتبهم الجديده ما فيهاش رمات كتير. انا كنت في امريكا وبناخد محاضرات كل اسبوع ناخد محاضرتين قعدت كتير في المنطقه. فجت محاضره ذا فايروس العرض الراجل اربع ساعات اربع ساعات بيتكلم عن نور الفايروس واحد عرض تاني السود كوبري يقعدوا بعض والعرض هنا يتكلم عن هنا الصلاه يكون مش عارف ايه وخلص المحاضره. يعني كان كنت قلت لك اللي كده بتقعد والله العظيم. الكلام بقى قلت له هيلز، قال لي في هيلز؟ قال لي في هيلز في العالم الاقصى. الكلاب في امريكا بطلت تقعد.
فالعلم بيتغير، ده اللي احنا عايزينه جميل. يعني صار انا قاعد اخد اربع ساعات يوم البايت تبدا يعني ازاي تعمل ده وازاي تعمل ده والامرجنسي والارض والجيم وكل الكلام ما حدش طب بايت ده ريس ما لم تذكر. نرجع تاني هذا هو التي في. هتقول لي طب التي في وفي تي في قال لك ديفنس. طب كل في ايه؟ اي كريتيكال فيكشن. لكن هناك حاجات ثابته في الكل. تمام؟ ده في ثابت في الكل. ما اقدرش شخص تي في من غير ما يكون عنده سكر. ده ايه بتاعي؟ اثنين التوكسين العنيفه. ما اقدرش شخص تي في من غير توكسين عنيف. غلط. سويتي ما سويتي ازاي؟ نصب اطفال نصب ويت. ده اللي انا قلت محافظينه على ان تي في لا غلط. هو يطلق عليه التوكسين. يعني اللي عنده حراس في الجلوتين ريجن عنده نصب ويت ونصب اطفال ونصب ويت ونصب فيبر. لكن تي في ينتهز دي من الصعب. لكن نرجع حاجه حاجه. برايمري كومبلكس طفل صغير عنده فيبر ونصب فيبر ونصب ويت وكده ويجرني واحد. لو انت فكر هنعمل الانفستيجيشن دلوقتي نشوف ايه الانفستيجيشن. طيب واحد بروجريس بروجريس اي بروجريس مين فيهم؟ مره دي مره دي لابد يكون انك تجيلي الفيشر في بيرنس نيمونيا. البيرنس نيمونيا از بروك نيمونيا. هناخد طبعا موضوع كبير جدا اسمه نيمونيا. تمام؟ ات از بروك نيمونيا وتبتدي تبتدي. واحد ايثيكال ديستريبيوشن تطلع فوق اكتر. اثنين نو ريسبونس تو انتيبايوتكس. بعد ثلاث اربع ايام الطفل او الراجل بياخد انتيبايوتكس مفيش اشتباك. ثلاثه فريكونسي اوف هيموكسيس بيكح دم كتير. الثلاثه دول لما الاقيهم في برونكونيمونيا اقول غالبا ديس برونكونيمونيا از تيوبيركس. بكل الكلينيكال بيكشر اوف تيوبيركس نيمونيا بالكريبيتيشن بالكونسوليشن اللي هقولها ان شاء الله في النهارده. اتفقنا؟ يبقى دي تيوبيركس نيمونيا. هي ايه؟ هي نيمونيا. نوعها ايه؟ برونكو مش لوبا. مميزاتها ايثيكال ديستريبيوشن نو ريسبونس تو انتي بايوتكس اند ويز فريكونت هيموكس. ميديستاينا سندروم انظر اللي بيحصل ازاي. متى افكر فيه؟ ما تقدرش تتغلب. عنده تي في وعنده مايك سويت وكده غالبا الانترنت بتاعي واحد عنده تي في. مين النوت سندروم؟ برونكيتس. وده مين النوت؟ برونكيتس بيقول لي فوق مين النوت سندروم؟ تمام كده؟ تحميل. طيب بلورال ديفيوجن ينزل الحصن بتاعه. اذا الكلينيكال بيشر في بلوزز بتريبريزنت كروس سكشن من الشخص زي مين؟ زي البروكن كانسر. الا يمكن ان البروكن كانسر تكون ميجازيت سندروم؟ يس. الا يمكن بلورال ديفيوجن؟ يس. الا يمكن يكون كلاس؟ يس. نفس المنظر اللي احنا قلناه في البروكن كانسر زي دي يجي اي بيشر. بالتالي نسمع هنا كونسوليشن، نسمع كولات، نسمع كافيتي. تحت كافيتي ثلاث اربع حقول. كافيتي ان ذا ايرس. لها كافيرنس بريدنج ولها دمنس. ذا كلينيكال بيشن ذا كافيتي از ديو تو سراوندينج كونسوليشن. ذا كلينيكال بيشن ذا كافيتي از ديو تو سراوندينج كافيتي لوحدها ما فيش حاجه. ذا سراوندينج كونسوليشن. في بي اف عاليه وكافيرنس بريدنج وفي دمنس وتركيه سنترال في كافيتي. اي كافيتي تساوي تماما في البلوز او البروف او الباس. تعال بقى نشوف كلمه مهمه. احنا بنتابع سؤال انا ديسكاس ايثيكال ليجن لاين يعني ويز هيموكس. ايثيكال ليجن ويز هيموكس فكر في ايه؟ يقول له رقم واحد تي في. اثنين بانكوس تيومر. ثلاثه ترندر ليمونيا هنقولها. اربعه من الحاجات مهمة جدا جدا انك انت تعرف النادر والقوي. يعني ده اللي سميته قال لي ايه؟ في حاجه اسمها برونكيتس. البرونكيتس دي ساعات تيجي في الايه؟ بتبقى نادره جدا جدا جدا. قال لي ذا اونلي برزنتيشن اسمها بس اسمها البرونكيتس النشأة. برونكيتس سكه. يبقى لما يجيلي ايثيكال ليجن سموكسس اكتب اربع حاجات. واحد تي في، اثنين تايموس تيومر، ثلاثه تريبلاتر نيمونيا ايثيكال، اربعه بروكيت السكر.
خلاص يبقى بتاعتي ده واحد هنقول عليه كلمه دلوقتي، يعني ابوس رجلكم لحد يوم ما تموت تخلي فاكر الكلمه. ابوس ايه؟ رجلكم بس تغسلوه. انت ازاي تغسل عشان انا ازاي ما اكلش؟ فغالبا ريحه رجلك وحشه. تغسل رجلك او حاطط على جنب هنا. كل واحد ابوس رجله يكتب الكلمه. بروكلين كانسر اند تي في is the differential diagnosis in every chest case. اوعى تصور واحد جاي لك بكح بلغ دم بلغ وده تشيست تديله علاج اسبوع لما يبتدي ده يبقى حقيقي ما يطلع بروح الكارثه ليه؟ ليه؟ لان انت اللي بتفكر فيه يستجيب للامل لمون هيستجيب برونكايتس هيستجيب اسمع هيستجيب انما لقيت واحد ريزيستنت والله والله بنعمل السي تي تشيست بنطلع ربع الحالات اللي كانت مشخصه لانها حاجه بسيطه يا تيومر يا دي حاجه كبيره. يبقى تي بي اند بروكن كانسر از ذا ديفرنشال دايجنوزس ان افري تشيست كيس. ما هي اعمال تشيست اللي دول دايما يكونوا فقري ومش عارفين؟ انفستيجيشن اوف بارنال تيوبوز. انفستيجيشن هاو تو انفستيجيت الكيس ده؟ هناك بعض العلماء اللي هم ايه بقى؟ اللي هم متشددين جدا اي سلفيين. سلفي بقى سلفي في الطب يقول لك اوعى تشخص تي بي لما تشوف البسله بتاعتك. يخيبك لما هسيب النص هسيب نص الملايين لان اشوف بسله دي صعبه جدا جدا. لكن دي قاعده في بعض الكتب دو نوت دايجنوز تي بي يقول لك وين يو سي ذا بسيلس. طب اشوفها ازاي؟ بيرفكت. طب ما طلعتش مرتين يبقى ريبيت دايركت بين كل واحده يومين ونقول ايه نقول نخليه يطلع بقى مرتين. ما تبيعش ادخل وايت في معدته واتعب في معدته. لماذا؟ لان هو بيطلع يطلع غلط فانا هاخد معدته اربع ثلاثه ما تبيعش كده ازرع. ما تبيعش احكي حيوان وشوف الكتيجن. يبقى عندي وسائل كثيرة جدا احملك يا راجل هيكون مات قبل ما تيجي مضى. هيكون مات. هات يا عم سيوت طبعا ده قلب ايه؟ يبقى دايركت سيل زي نيرج هنعمل زي نيرج تطلع بوستل تنقص فعلا تنقص لو انت شايفين في تيجي يبعت المعمل قال لك بوستل زي نيرج يقول له عن اسمك ثانية واحدة وتقعد ترقص 10 دقايق الساعة كده يعني انا عندك الساعه 10 من 10 10 10 راس تطلع عقاب مالك الدكتور ولا بس كنت بفكر هديك علاج ايه لان ده حلها في الشيء فعلا ما طلعتش تقول المعمل عيد ما طلعتش عيد ادي ثلاث مرات ما طلعتش خد عينه من البطن من معدته ما طلعتش ازرع اللي خدته ازرعه على اي ميديا تعيش فيها التبيد. ما ينفعش احمل الكريتونيه بتاع جينيتيك وبعد ثلاث شهور شوف حصل كارديشن مطلع محل كده. اظن دي وسائل ممله وسائل ممله للتشخيص. طب استبعدها البرايمري تي في ساعه ما هتطلع عندها تي بوكس والري انفكشن انا اساسا عندي تي بوكس. طب ما نشوف انا هتعامل مع انتي بوكس دي ازاي؟ هجيب الرسم ده معايا هنجيب ايه؟ من السوق من هنا من المنير ب 20 قرش بس الدار تي في. خد اي واحد فاكهه يدينا تي في بس الدار ب 20 قرش هيكروب تمام؟ وتجيب هول حديد وتحط بس الدار تي في وتقعد ايه؟ طب عملت ايه في بس الدار؟ كسرت الكبسول بتاعها. بس انا اصل بعملها كبسول ده ايه؟ حط نص كوبايه ميه. طب النظير ودور في معلقه وصفي. خدت مين؟ خدت البروتين بس وسبت بي بي دي بروتين بيوريفاي بريف. جبنا للمميره 20 قرش بس الضايع حطيناهم في الهرم دقيناهم كسرنا الكبسول طلعت منهم ايه؟ بي بي بروتين بيوريفاي بريف. ورحت النوم وميه قلت لك والله لو انت عندك انتي بودز هتتعامل مع حاجه عملوا المحلول ده ثلاث انواع
واحد لعشر تلاف، واحد لألف، واحد لمية. مين اللي تركيزه عالي؟ واحد لمية. لكن نبتدي بمين؟ واحد عشر تلاف. نحله بإيد العميان. لو عندي أنتي بودس هحارب هذا البروتين. ده اسمه تيوبتين. هذا التيوبتين كان يبقى حصن. طب بتقول لك حصن طز. فين في مصر؟ طزين. ليه؟ كلنا يوم ما دخلنا المدرسة خدنا تيوبتين عندنا في مصر. لا قيمة لبطل تيوبتين. إنما قيمته فين؟ لو نجح. بيشنت وشيخ تراب. أن نجح التيوبتين is not tuberculosis. بيشن وشيخ فرق واحد عن كوح وبلغم ودم كل اللي تعيش ونهي التلوثين للنقل ما عدد لو أنا مانع الأنتج اعتبر العيش بإيه؟ بكورتيزون أو بمرض يا كورتيزون يا مرض. إيه الأمراض اللي تقلل اللي يتخليني لا أتعامل مع التلوثين؟ زي برشا، زي أي ميوم، زي كانسر يطلع من التلوثين وأنا عندي تلوثين أو عمليات مرتبطة بالسترويد زي مين؟ زي اللوبس، زي الروماتويد، زي الروماتيك فيفر، زي أي حد من دول. هنعمل تيوبتين وقت بالمعنى أن هذا العيان أندر كورتيك سترويد يبقى حالة إن لو طلع حصل مفاجأة إنما الأصل اللي بيرفع عليه نيجاتيف. يبقى تيوبتين إز جود نيجاتيف. جود نيجاتيف. ليش الشخص الطارئ أن نيجاتيف تيوبتين is usually not عادة، ولكن عندنا اكسبشن لهذا المرضين الخطيرين جدا ليش الميو سبتس ايدز هوتشكي لنفوما او نون هوتشكي لنفوما او كانسر سون او اي حاجه. كل الناس اللي ميو سبتس واللي لو في كورتيزون مش محسوبين بقى. فاهمين؟ اكسبشن تشيس ايه اللي يطلع في اكسبشن تشيس؟ كل حاجة في الدنيا. اكتب معايا هوموجين اسي تيرينجا كوستو فيرينج انجل انجل ازرايزي ايه ده الدنيا؟ بقت مين؟ كلورا كتير. هوموجين اسي تيرينجا كوستو فيرينج انجل وسلو ديفي. الحاجة الموتور. هوموجين اسي تيرينج شيب اوف ايلو والسنتر تراكيل. كونسولديشن. هوموجين اسي تيرينج شيب اوف شراب ايلو. والاستراتيجيه سين فايف اصبحت كلها كافيتي كافيتي دايركس غير دايركس غير مليئه جدا ليه في نوت ان ده بيستعمل هارنر او بيستعمل من تجربه احد المناظر كل الحقوق هنشوف كل مناظر اكس راي. طب الاكس راي طب نطلب كلوزر نقوم نعمل ايه؟ سي تي. إذا كان الإكس راي لوتو كلوزن مش قادر أشوف ما وراء الكلور كلوزن ما وراء البحار نعمل سي تي وتطلع هذا الرأس. بروكوسكوب له دور كبير جدا في التدريس تبقى الثابتي. أخش البروكوسكوب أخد عينة الأيوت كنترول ممكن نزرعها أو نشوف. يعني إحنا مش عايزين حاجة يعني نكون في التي في انت محتاج حكيم وليس دكتور يمضي الامور. انت جالس تصل بالاحساس ان هذا المريض يبقى لكن الانفستيجيشن ما يحتاجش. طب ابتدي العلاج ولا لا؟ ابتدي العلاج. يعني وين السسبكت من البروتوكول السسبيشن هاي سسبيشن ابتدي العلاج. مش شرط اطلاقا القاعده اللي بتقول يو ماست سي ذا بزنس دي قاعدة مش ماشية عندنا في مصر دكاترة عشان تخش الامتحان اللي بيمتحن الجامعة عالي تي بي هيقول لك انت بتعمل ازاي؟ يقول له لو انا عندي اكس راي كويسة وكلينيكال بيكشر مش بطالة وسي تي مريح جدا جدا ابتدي يقول لك مش ميوتا قدر الله لو طلع طلع ما طلعش مش مهم. طب تيوبتين تيوبتين ده بيطلع مصر في الناس كلها فاهمين؟ تريتمنت عندنا اكثر من نوع تريتمنت. واحد كونسرفيف تريتمنت يعني علاج تحفظي بدراجز. الدراجز الكثيرة اللي كانوا هم يحفظوا فيها بقى بس احنا ثلاثة دراجز مهمين جدا جدا بس دي قاعدة في علاج دي قاعدة اللي يشد عن قاعدة يقول لها دور التريتي
ياخد فين الضرب من فوق يا اثنين يا ثلاثة يا اثنين يا ثلاثة. يعني هناخد الكمبيوتر مع ريمكتين مثلا اللي 50 مع فريكوانس ادي مدرسة. ناخد الكمبيوتر مع كذا مع ان اتش مدرسة. بس عمرنا ما نعمل بزين الضرب. طب هل ممكن تضرب؟ يس. انت كيس مايل فيري مايل مثلا تبنت فلور الانجي وفيري مايل ممكن تضرب. انما القاعده دونت يوز وان ضرب. القاعده الثانيه الضرب ما يقلش عن 6 مانس من 6 اشهر الى سنه ونص. من 6 اشهر الى سنه ونص. يبقى عندي قاعدتين في العلاج. القاعده الاولى ان انا لو اكون هستخدم دواء واحد، القاعده الثانيه لازم اطول من اول دواء للتلاته. جود دايت مع العلاج مهم جدا جدا جدا. شوف احنا الدايت دايما بنطوله. هارت فيلر نو سولت نو كالوري. هايبرتنشن نو سولت دايت. مش عارف ليفر سولتس لو بروتين دايت. انما هنا الدايت از فيري امبورتنت. لازم يكون هاي كالوري دايت وهاي بروتين دايت. هاي كالوري دايت هاي بروتين دايت. لما خلصت سنه البكالوريوس وخدت امتيازي اول مستشفى رحت بيها رحت مستشفى صدر الجيزه. رحنا مستشفى ايه صدر الجيزه؟ جاي يعني فوبيا من الناس يعني جاي يقين كده ان انا هاخد فيه. كنا الصبح لك ده تبع الحكومه لتر لبن 8 دولار والرجل الظهر فرخة كاملة ولتر لبن بالليل 10 دولار ولتر لبن. ده التكلفة فما بالك المرض. فده طبعا احنا عملنا ايه؟ تم التناول البيض واللبن وجينا ودونا مستشفى انيم التي هي ايه؟ الحوض المقصود بتاع الجلد انيم. تلاقي مناظر عجيبه جدا. انما التي في من الحاجات اللي انت تخلي بالك. يعني انتوا مثلا بتسالوا حاجه مهمه دي اعملوا تيروتين. فانتوا عملوا تيروكلين اللي بينكم تيروكلين نيجاتيف ياخد سي جي. وهل ده حاجه سهله جدا جدا انك تاخد رقم مرتين بي سي جي؟ بي سي جي هو اللي بنعمل بيه انتي بوكس. يعني واخدين البروتين ومكسرينه بنعمل بيه انتي بوكس. ده كونسيبت التيروكلين. هل هناك علاج اخر؟ يس. كلات تزرع. كلات لو طبقنا النمط التي بي بيقطع اسرع. هذا احصائي. افضل اللنج ازاي؟ واحد فرينك نيرف كراش. افتح رقبته واتسلم اطلع الفرينك نيرف واقطعه. هما فرواز الدوافرام الحيوي. فرينك فرواز وطوه العالي عالي يطلع في كل اسرع. نومو ثيرابي. نومو ثيرابي زي نومو ثورس او نومو بريتونيوم. احط هوا في البريتونيوم عشان عندي دوافرام او نومو ثيرابي. ده اسمه ايه؟ اسمه كلات ثيرابي او سيرجيكال تريتمنت. ان احنا نشيل الدروع خالص. ده بطل. نشيل الدروع خالص. لما نشيل الدروع شلنا الريجستر فور كرمان بالكلات مدى الحياه وما نجيش بيه. كان عندنا مستشفى كليه عامل ازاي؟ اسمها ثيرابي بلاستي. حضرتك الاشعه بتاعتك ثيرابي بلاستي بتشيل الدروع كلها. نشيلها ازاي؟ حد راح اشتغل احمد بكده؟ عشان انا ملوخيه لما تبص على الجزار كويس جدا جدا تعال يجيب العلم يجيب اي حد عايزين نشيل ضلع الراجل ده. عايزين نشيل معايا احفظ كلمه بس لازم تبقى فاهم. فبنيجي على ضلع تمام. بنيجي على ايه؟ ضلع اهو تحسين واروح فاتح كده لحد ما الاقي الضلع. الاقي في القصر فاتح في القصر مثالي بتطلع من هنا وشايل. يبقى انا بشيل الضرب سطريوستيا اكسترا بروتين. سطريوستيا اكسترا بروتين بطلع ضرع لوحده. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يكون لابس الابر لاند او اللور لاند. ودي عمليات من العمليات اللي ضرب تمام. سراكو بلاستيك. هل هو
تعمل هو اللي بتنتقله فيه وضيعته يعني البارتجينز الحته الاولانيه يعني برايمري يعني سكندري يعني برايمري كومبلكس بتعمل ايه لو واحد جديد طب واحد قديم كل الكلام ده هو اللي انت بتنتقله فيها انما في التحليلي دركس تحليل دركس الفانتسين الجرعة دي والتمثلي ياخدهم ازاي على مرتين او مرة واحدة يعني حتى الكلام ده كله جدول صنم جدا جدا في ثلاثة أربعة مرات تحفظه محمد. أنا بعمل الحوار ده بعمل أول ما أسسبت إني أعمل إيه صار تمام؟ مفيش حاجة تتاتي بيه من غير ما يغني إيه صار. خلاص. فلقيت إني أصلا نورمال أحملها بقى. أنا لا أتعامل معاك. ثم أطلب سبيل واجب عليا. وتجيب الكريم اللي راح المعمل عمل ثلاث حاجات مرات سرعه ترسيل تجيب الكريم واسلوب اللي يجي بص ضغط عليه لقيت تجيب الكريم نيجاتيف الحمد لله واسلوب مقرر هيبقى عامل ايه وكده فعينه مش الكورتيزون وعينه مش شايف فيه انه في اي مرض تاني طبعا الكونكلوزيف الاخيره اكسبريشن لما تشوف اشعه تصلي دي او دي تي بي من غير ما اعرف النظام طبعا انت ممنوع تعمل انت ممنوع تعمل كده الاكس راي في الشيست از نوت اتيولوجيكال انت بتوصف يعني ايه لما تعمل اكس راي كده تقول له ايه ده نموكوكا نيموني مش عارف لازم تاخد عين او ده تي بي اوصف ده عنده كافيتي ابيتال وتراكيا سنترال و و و يبقى 99% حتى اكتر تي بي موجود في مصر ده انا عارف تي بي جدا جدا في العيال بتشوف واحد في الاسبوع واحد اسبوع بس مش من القاهره معظمهم من الاطراف اللي جاي من السويد وكده على فكره التي بي مش كبير التي بي مش كبير مش شايله غني خالص مش كبير يعني ممكن تلاقيه يعني انا كان عندي عماد التيبيكلوزس من اشهر لاعبين كره مصر من 10 سنين لاعب كبير جدا جدا فما مش كبير خالص لا رياضي ولا كبير ولا غني ولا اي واحد فينا يلقط بيه ثلاثة ونص واضح كلكم تعملوا التمرين اللي بينكم هي ما يخش المستشفى ما يخش المستشفى الا ناخد بي سي جي سكر بالبلد ديزيز لا ما بيعملوش خالص خالص بتسال لو بي سي جي لو انا نص نص هيعمل لي حاجه تسلم منه خالص سكر بالبلد ديزيز سكر البلد ديزيز الديزيز اربع واحد لنج اكس اثنين برونكيتس ثلاثة انفكتد سيستيك لانج او سيستيك فايبروزس انفكشن سيستيك فايبروزس انفكشن اربعة امبايما ويز برونكو كروتس امبايما الاحلام الشفاية وات از سكر سيندروم بيشنت جيفينج بيج اماونت اوف سبيوتال كارديا اي عيان كمية دم كبيرة هنحط تحت دم سقط اللنج ديزيز نبدأ بأهم حاجة وهي اللنج اكسس خراج الدم اللنج اكسس نوعين كبار جدا 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 النوع الأول بس يا ولد ده بي سي جي ولا ايه النوع الأول هو البرايمري لنج اكسس يعني ايه برايمري؟ يعني جاي لنج اكسس ما فيش مرض آخر تمام؟ طب ما تسميه اسم تاني؟ هو الميكروب جه عن طريق ايه؟ برونكس، طب ما تسميه برونكوجينيك برونك اكسس بعيدا عن برونكوجينيك كارسينوم خالص فهنسمي البرايمري هنسميه ايه؟ برونكوجينيك برونك اكسس اي برونك اكسس حصل ازاي؟ حصل نتيجه هنقول ازاي؟ او سكندري برونك اكسس طب نخلص من مين الاول؟ نخلص من السكندري انه سهل خدت منه واحد خدت منه واحد ما هو يخرب بيوت لما نكتب تأكس ألا يمكن أن نروح إلى تأكس تبتدي تمرن تأكس يس وقت إذا كانت أو مليان تأكس واحد in principle فيش مين أبغى فيشني هو إسكرومي هيفي سيجر سموك واحد اثنين شاي يهود سيك والريلر ثلاثة اسوشيت بايوميدياستاينال ليبرينوم كبير لو شفت واحد بلد اكسس بهذا المنظر رجل فوق 50 وداخل
وعندي بلان في الميديا سبايدر فهو مانجمنت اكس حضرتك اكس ولكنه ايه سكن اتخذناها قبل كده. النوع الثاني بوست نيمونيك اكس. بوست نيمونيك يعني ايه؟ يعني واحد عنده نيمونيا وحصل كريتيشن من النيمونيا وباظت الرئه اكسس. طب اي نيمونيا تعمل كده؟ ستاف نيمونيا مش اي نيمونيا. الستاف نيمونيا تعمل يبقى كاركترستيك هي معروفه للستاف نيمونيا ممكن يجيله اكسس بعد. ثلاثه طريقه بلانك اكسس. واحد جاله سيتيميا وبكتيريا وتجمع كده. وقت الكاركتر او طريقه بلانك اكسس حاجتين. انا كل كلمه بقولها مهمه جدا. حاجتين. واحد انه مرض. ممنوع الاقي اكسس واحد اقول ده طريقه. الطريق لابد ان يكون واحد. اثنين اسوشيتد باي اذر طريق اكسس ان ذا بودي. حته تكنيك يا بني مش معنى اللفظ اللي جاله طريق اكسس ليه؟ طب مين اللي كاركترستيك كده وسهل؟ السكين. السكين ده اللي خمس ست خرابيط. اللي يقول لي وقت الكاركتر طريق اكسس ده سكين ابص دي كده. يبقى مذاكر جراحه. ولا انت كل الطب الباطني عشان ده جراحة. What is the character of polymic axis of the skin? It is characteristically painless. Painless axis يغمى عليك يا مجيب. لما تلاقي واحد عنده خضار and painless يغمى عليك. لأنه polymic والpolymic ده حاجة فيها ده واحد حيوان. يبقى أول حاجة أنه مرض. اثنين انه اسوشيتد باذر بايونيك اكسس ان ذا بودي ليفر او سكين. السكين كاركترستيكالي بينس اكسس. ناخد بعد كده الابيلي اكسس اوف ذا لانج مهم جدا. كان بنشوفه انا شفت منه مثلا 16 17 حاله في حياتي بس كلهم في العهد الباقي زمان خالص لما كنت نايم كنت مدرس بتاع جديد. من بعد المدرس ما بقتش اشوف دول خالص لان الناس بقت الاميبا بقت عارفه تعمل ايه. اميبك اكسس اوف ذا لانج. تعال ناخد صفات. هل ممكن يجي لي اميبك اكسس اوف ذا لانج عشان شميت اميبا؟ مستحيل. ده جاي من جهه من جوه. يبقى لابد ان يكون عندي اميبك ديزيتري الاول. هيستوري واميبك ديزيتري سيفير. تعبير وبخار وكان يستنى وتعبان قوي الدكتور وفضلت تعبان اسبوعين لحد ما بتنزل. اثنين هل ممكن اعمل اميبك اكسس اوف لانج من غير ما افوت على الليفر؟ مستحيل. يبقى لابد ان يكون الليفر لارج الباثوجين وتقدر. طب وانا فين من هنا لهنا مش عامل باترن ويبقى ايه موبيلايز لان تحت خراج فتح يبقى الباترن صغير من ايه موبيلايز بشوف السكرين متحرك. هل ممكن اخش على اللنج من غير ما اخد على الجنوره؟ يبقى لابد يكون عامل جوه فيوجن. هل ممكن ان انا اعمل ابيلك اكسس في الليف اكس؟ يبقى لابد ان يكون راي بيز. هل ممكن اعمل اميبا في اللنج من غير ما نلفها؟ يبقى لابد يكون دي اميبا سيوتر والكلر از فيري امبورتنت اللي هو انشوف يكون زي لون صلصه الانشوف او كافيولين. شايف بقى؟ ثم اخر صفه انه يستجيب جيدا للانتي ابيلك. لما نقول الصفات كلها بس بالترتيب. واحد هيستوري اوف اميبيك ديزيتري. اثنين النار بتقدر ليه. ثلاثه هاي ايموبيلايز باكراك. اربعه رايت بلورال فيوجن. خمسه ذا اكسس از رايت بيزا. سته هنشوف يسوس ابيرنس اوف ذا سبيوبا. سبعه أميبا إلى السيوتر. ثمانية جود ريسبونس تو أنتي أمريكانز. ده صفات الأمريكي أكسس أوف ذا لانج وده حاجة نادرة جدا جدا بس أنا بتعرف. يبقى ما هما السكند لانج أكسس؟ واحد مالينمنت أكسس مهم جدا. اثنين بوست هيمونيك أكسس. ثلاثة أمريكي أكسس أوف ذا لانج أكسس. أربعة قلنا إيه؟ البايونيك أكسس. خمسة infected cyst. انا عندي cyst وجي فيها بص. لما تقف على حواجبك مش تقف بقى على حواجبك تمشي على حواجبك. This is impossible to differentiate from the primary axis ما عدا حاجه واحده
اللي يقولها ياخد 10,000 جنيه. كيف تفرق بين الفكت سيستم والفكت اوبنالكس من البرايمري عشان توفروا عليا فلوسي بايوسي وطول؟ عندي هنا تاخد من الور بايوسي في البرايمري اكسس ضروره بقى الضرر السيلفك تيز ظهور الاسي التسيس الور هو ده الباثولوجي ليجر. يبقى حاول الترشيح دي برايم رابر كوجين بوينت اكس اند الفيكتسيس وين يو دو بايوبسي فروم ذا لاب بايوبسي فروم ظهور الاسي بس فروم ظهور الاسي اي السكند ليجر اكس سهل جدا جدا بيكبر كده ما بتعرفش بيجي في الامتحان بتقول له في برايم وفايت وسكند فايت تقول الست سكند مليونير تبقى شيء جدا جدا. طب البرايم لانج اكس لحصول برايم لانج اكس لابد من توفر شرطان اساسيين لحصول برايم لانج اكس. مش اي واحد مش اي واحد يعني انتم ما يجيلكوش قرارات فجاه عشان يجي الواحد برايم لانج اكس لابد من توفر شرطان اساسيين. الشرط الاول انه فيري باد جنرال كونديشن مش واحد عادي تمام ايه مالجنسي دايبتيك ماشي الكوهوليك هايبوبروتينيا ليفر سيروز نكتب الكلام ده ان عشان يحصل اكسس لابد يكون عيان يجيله كومبرومايز مش حلو كانسر ليفر سيروز ايه الكوهوليك دايبتيك كل دول ممكن نمرة اثنين انا قلت لابد توفر شرطان اساسيات. الشرط الاول عيان مش حلو. الشرط الثاني مهم جدا 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 ان يكون عنده loss of consciousness. loss of consciousness لابد ان يكون فقد الوعي عشان يقدر يطلع الويل اسبايريت وقصص. اما اجي اسالك سؤال او حاجه كويسه جدا مكتوبه بحاجه جافه يقول لك عايز دايابيتك دخل عمليات جنب ابيندكس وطلع لي كحه. سهله دايابيتك خلاص بقى معانا عمل عملية ابيندكس يعني حصل ايه؟ لوس اوف كونشسنس عيان ابيليبتك والكوهوليك وكحه بعدها وسخن يبقى بصديق كمان جافه. يعني يتوافر الشرطان الاساسيان لعمل لانج اكس. الشرط الاول باد كونديشن. الشرط الثاني لوس اوف كونشسنس عشان الاسبايريت اللي الاسبايريت ده هو اللي بيعمل شويه. الاكسس له ستيجز كتيره جدا في الباثولوجي. واحد ستيج اوف نيمونايز حته نيمونيا مقطعه. والنيمونيا تمتاز بالستيج الاتيه واحد كونديشن اثنين ريت هيبوفايزيشن ثلاثه جريد هيبوفايزيشن ثم من قرر الديوشن فهو علوم لانه لو الموت مش هيعمل قد يجعش يبقى هو عنده ثلاثه ستيج خلاص. يبقى واحد عنده كونجيشن ستيج الاول تيجي كحه ومفيش بلغم خالص خالص وسخن تعبان جدا وهنشخصه بعد شويه ازاي نشخصه ثم ريبيتيشن الالفيولار فيها هارد ديزيز مور ذان وايت سيلز ثم ريبيتيشن الوايت سيلز الالفيولار مور ذان ريد سيلز نو سوليوشن. لو كان الجول كنا بص نعيد نصه ظهر ثم ستيج اوف نيكروزس كل حته دي تبقى نيكروزس ثم ستيج اوف اكيوت كافيتي. خلاص كل الميكروز ماتيريال انا عايز احققها زي ما هنقول دلوقتي الكلينيكال بيكتشر كحه هذه الماده فبقت كابيت اكيوت ثم كرونيك كابيت. هتقول لي ما الفرق بين الاكيوت والكرونيك؟ الاكيوت كابيت ظهور اوف ذا كابيتي از ذا لانج تيشن الاكيوت. الكرونيك كابيت ظهور اوف ذا كابيتي از بايوجينيك امبريك ده اللي هيقدر يعمل تبانغ كتير. أي ستيج نيمونيا ستيج الأول ثم ليكوديكيشن أو يصبح ليس نيكروزس أو ليكويد ثم إكسبكتريشن ثم ستيج أكيوت أكسس ثم ستيج أوف كرونيك أكسس. كلينيكال بيكشر الكلينيكال بيكشر لابد أن يكون عليه بريسبول يعني بادجنال كونديشن ولوس أوف كونشسنس ثم عنده سيمتومز جنرال ولوكال. جنرال سيمتومز حدث ولا حرج
فيبر سويت نص مقطع نص طويل زي البيبي بس التي بي يبقى مور توكسيك زي ما كانت فيري توكسيك لوكال سيمتوم كف طبعا اكسبكتوريشن طبعا اكسبكتوريشن ثلاثه ستيج مع الفرق الفيرست ستيج العين الرايت طبعا اللي هو ستيج بنمونيا اللي قلت لكم ستيج بنمونيا فيري سون اوت اوف كف عندك واحد اسبوع ثم ذا بيش السيز سيز يعني ايه؟ يفاجئ بار اكسبكتوريتد فيري بيج اماونت اوف سيز هذه اللحظه هي لحظه ذا دروب اوف فيفر اند يعني تبقى شايف الكونديشن فيري جود تبتدي تتحسن جدا جدا زي الخبره فتحته ثم هذا الستيج اوف كرونيك تحت مع بيج اماونت اوف سيز طب دروب بايجيريك البرين هتبتدي يعمل الايه؟ المشاكل اللي هتحصل Hemoptysis is very, very rare in lung cancer, or even it is active. The presence of hemoptysis against viral lung cancer. مش معايا. ما جاي شخص لان قاتل ما فيهوش هيموتس. ثم نبتدي نبحث هذا المرض. الاسم طبعا الاسم اللي لانج قاتل depends upon the state of the lung. واحد سموكر وعنده كرون برونكايتس وعنده امفيزيما هيبقى الاسم سيفير لو واحد كويس ومفيش حاجه ولا نفس بس مش عارفين الاسم خالص. ساينز جنرال ساينز ولوكال ساينز. الجنرال ساينز اهم حاجه ساينز. ساينز بريزنت ان ذير از فايرال بيهيفير. ان ذير از فايرال بيهيفير. اثنين تاكيكارديا طبعا. توكسيك بيشنز طبعا. والكلام الفاضي ده كله حراره طبعا طب شرعيه كل ده فاضي تعالى بقى نتكلم كويس ايديما بطول ايديما بطول هقدر اكسبلين ايديما تعالى نتكلم لها ثلاثه اكسبلانيشن واحد ان يكون عنده ديفلوب كورتال بلان اللنج كانت نص ونص ده اللنج اسيد فسدت الدنيا بقت بيردن على الرايت سايد والليفر الاحتمال الثاني يكون هايبوبروتينيميا لان البيت اوت اكسبكتريشن كلها بروتينز كل اللي طالع ده بروتين يبقى جاله هايبوكتيميا وراه الاحتمال الثالث ان يكون العامل ده ديفيلوب امايلوز امايلوز ده كيدني از وان اوف ذا كومبليكيشن اوف لانج جاز وفي هذه الحاله يبقى نيكروتيك سيكرو والنيكروتيك بيور كل يبقى ما اقول لك حاجه اقول لك اسس الرجلين والرمق واللي ثلاث كمان اقول لك كيف تتفرق بينهم ودي اعتقد سلوك ضربه المرض البيضاني بيز سهل جدا لما اعمل اكزامينشن بين بيز اقول له ضربه المرض ليه؟ مرض اند كونجستد بيز الاحتمال التانيين سهلين جدا 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 الامايلوز ده امايلوز اوف وات وده كده يبقى عامل كرونولوجي يبقى حاول عليه الجهود اساسا انا لقيت الجهود دي يبقى انا امايلوز مرض لهذا السبب هاي البروتينية ذا بون فري اوبيوت القياس البلازما بروتين في هذه الحالة حتى ايه له بس انا مش مهم اقيس مجرد ما تستمع ده وتستمع ده بسهولة شديدة جدا ومنتهى منتهى ها رخيص تست الجول ده ما كانش حاجة These are the three possibilities of edema in patients with A with lower limbs in cases of lung cancer. تعال نفحصه نفحص هذا المريض كويس هنلغي الاكس نجد ان عنده ديفينش موفمنت على الفيت الفايل الفاكي اكسترا اول فيت كابس عن ذي لانج اكس ديو تو اول فيت كابس عن ذي لانج اكس ديو تو سرام الكونسوليشن كان في حد ذاته مالوش شيء واضح فيبقى ده الفاكي اكسترا تيجي اف عاليه ديفينش موفمنت برونكال بريدنج كل الكلام ده ماشي مع الكونسوليشن. طيب النقطة المهمة طب انا في المراحل الأولى أنا قلت ده ليموني أنا رايح أشوف بني آدم ما عملش أكسس لسه عنده فاشل كونسوليشن هتبقى أكسس هفكر سبيكت ذات هفكر سبيكت إن الليمونيا دي هتبقى أكسس هفكر بيقول كده ولا خلي بالك هيجيب قرار في الرئة يقول لك بتبقى التهاب رئوي عادي يقول لك في تبريد تلاقي ريحة نفسه شديدة ليه؟ ريحة النفس تعتمد على الـ type of the organism فالـ lung access is the mixture
مفيش راجل اكشن في اورجانيزم واحد بتاتا كان الجسم موجود ديسبيكس الاورجانيزم تعمل فيه الكود فيبقى ويل ميموري از اسوشيتد باي فيه الكود ذيس ميموريا ويل بي بانكراس اتفقنا ايه الديستريكشن هاو تو ديستريكت بانكراس نمره واحد طبعا كلين اكسبريشن الكلين اكسبريشن ده تاني مره واخر مره ناخد الكلود ده احنا خدنا الكلود دول مرتين الطب كله مش طب واحد هيدروكلوريك فاكرين ده التاني كافيتي وسلوك اللي تحت باص واللي فوقها حاولي هاي وكله هتغلطوا وهتقولوا ايه هقول لكم تحت ولا لكم السرير نقلب لان الحاجه اللي هقولها لكم معاها كلور فيوجن هي في الرايت تايب اللي لاند اكس اهو وعنده كلور فيوجن وفيوز ليفل فانت عندك هوموجينس وبلاستيك كيلينج ده كوست بريك انجل اند بس اللي فوق مش نوبه اللي فوق لاند عشان كده بتغلطوا بسرعه انا اهل لكم دي بالكلور فيوجن والفيوز ليفل موجود اوعى تغلطوا عشان تنزل تشوف حاجه كتير جدا ولا يبقى ده كان فيوز ليفل واخر فيوز ليفل بروكسكوبك اكزامينيشن ليه؟ ليه ضروري نعمل بروكسكوب؟ عشان افضل في ليه؟ جدعنه ولا عشان في خازوق؟ خازوق اسمه مريض متاكس فانت جاي تتعالج واحد على انه برايمري اكسس ايه نوت هو مريض الترانك اكسس يبقى لازم بايوبسي يخش اشفط الفص كله انضفه واعمل له ايه؟ اخد بايوبسي تكون ده مهم ايه؟ ايه الصراط الاصغر طبعا؟ في توكر كابشر انسيتيك ناخد عينين الدلع عشان نعمل كابشر وتنسيب دي ودي هتكلم فيها لو سمحتوا لي ثلاث دقائق مين اهم؟ الكلينيكال ريسبونس وانتي بايوتيك ولا الكابشر؟ برافو إذا لما يجي العيان أقول له روح عندي بلد وابتدي العيادة بس مش العكس مش هبتدي العيادة وأقول له روح عندي بلد وأنا مضطر أبيض طب ليه الكالتشر مش كويس؟ أو بلاش مش كويس عشان ما نبقاش ظلمة ليه الكالتشر ما نعتمدش عليها اعتماد كامل؟ تبقى إن الأدب ده نقل واحد الأورجانيزم اللي نجيبه مختلف تماما عن جسمه يعني ممكن اورجانيزم جوايا يسري كل جدا جدا بنسل وانا سري بنسل بره ليه؟ لان انا عندي انزايم وعندي درجه حراره معينه وعندي فلويد معين وعندي صوديوم وعندي بوتاسيوم مختلفين عن الاذار تمام؟ ده نمره واحد عشان كده ما اعتمدش قوي نمره اثنين انت عارفين ان الكابتشر بيعمل ازاي ولا لا؟ عارفين؟ لا مش كده لا كده بنجيب طبق في أجار وفي الراس أنتيبيوتكس كل من الأنتيبيوتكس اللي في السوق أقراص وأجيب الأورجانيزم شوكة وأحطه تحت الراس في كله الأورجانيزم يكبر قوي نقص ما كبرش ما كبرش يمني صح ودي عندنا مسطرة بنبص فيها على الدايمتر بتاع الراس أقول ده 1 plus sensitive, 2 plus moderate sensitive, non sensitive, كل الكلام ده بإيه؟ في النعم. تمام؟ طب ده يعتمد على إيه؟ بص كويس الصورة كده يعتمد على الديفيوزابيلتي أوف ذا تكنيك تقدر طب وجايز ده بس ما بيدوبش يعني جايز ما بيدوبش الأورجانيزم صح؟ يبقى بما إن الكالتشر سنسيتيفيتي والديفيوز أوف ذا ديفيوزابيلتي أوف ذا أنتيبيوتيك إن ذا أجار ده يعتمد عليه خلاص ثلاثة أنا مش تجاري شكلك عايز الأنتيبيوتيك بتاعها مش صحيح هي جحشة ده أنت روتانا ما تقدرش ربنا يحميك الغش التجاري أجيب لك الكورس ده بدل ما فيه 3 4 مللي جرام فيه 100 مللي جرام يعني نظرة في الكورس وحطوه طبعا هتروح لون الاورجانيزم انا اخد الانتيبيوتيك ما استجبش لان انا واخد انتر ابيوتيك دوز في الطبق وانا واخد ابيوتيك دوز طبعا الشركه اللي بتاعت انها بتعمل كده بتقفل بس في امريكا الشركه اللي بتغش في التابلت دي في الدوز بتقفل لانها بتغش تمام
دول الحاجات اللي بتخلي ان انا ما اعتمدش قوي على ده. ايه اهم بالظبط في الكالتشر سنسيتيفيتي؟ اول ذا اورجانيزم از فلان، فلان ده من الكتب انا عارف اسميه ايه. ذا اورجانيزم از فلان ده ستاف، ده ليموني، ده بيكابس، ده اي حاجه انا عارف كل شيء. يبقى مش مهم العنوان بتاعي، اهم سطر في الكالتشر نوع الاورجانيزم. واضح؟ يبقى اتفقنا على ان احنا نعمل برضه عامل انفستيجيشن كالتشر انفستيجيشن، بس ذا كلينيكال ريسبونس اوف انتيبيوتيك از مور 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 بينيفيشال ذان ذا كالتشر انفستيجيشن. انيميا is common, leukocytosis is common, a complication of amyloidosis or septicemia. Sepsis demands. Sepsis syndrome demands. Sepsis syndrome demands. فلازم نعالج بسرعة جدا جدا. Sepsis syndrome هبقى تاني نحطه في آخر مرضاتنا يعني إيه sepsis. 3. إيه أول حاجة دي نعملها؟ هذا هو الجحش. هذا هو الجحش المعجب المذبح. قالت قد الوقت ده جحش الحاجة الأزرق. ليه؟ انت ما يكون عنده خراج، يوحد عنده خراج قدي له الوقت ولا تفضيل؟ تفضيل؟ طب انا معقول هتفهر لأنا موت بوشر الوقت هو كوباية مملأة قص أقلبه. طب ايه اللي بيانك كده؟ المريض، المريض ما بيقدرش، المريض يكره انه يطلع قلبه، فاحنا هنقلبه. أولاً أعرف سايت أوف الأبسس والأوبري بتاعته وأحطه بعكس الأبسس حتى لو كان زايد، لأن يقول لي أقدر أحط، يقول لي هكح كح هطلع بلد، طلع ده ريحته وحش من على أبوه، حطش من على أمك، بس المهم إنه يطلع هذا البصر. العيان يرفض. إحنا ساعات نغير وضع السرير بإيه؟ بما يفيد العيان، يعني نخلي السرير مالي كده، رجليه تبقى عالية بحيث إن هو نازل. يبقى أهم حاجة في اللنج أكسس بوشرال دريدج، دي أهم حاجة. اثنين اكسبيرمنت، حاجة تطلع نظر، ثلاثة انتي بايوتيك، الانتي بايوتيك لازم يكون بروبر تشويس، بروبر دوز، بروبر تايم. بروبر تشويس اختيار موحد، بروبر دوز اند بروبر تايم. طبعا يو ماست اكسكلود سكندري لنج أكسس قبل ما يبتدي يعمل كلها. هل هو سيرجيكال تريتمنت اوف كرونيك ابسس؟ يس يس. مشي في الكرونيك ابسس لما يكون في قول كده بنشيل جزء كبير من الرئه بالابسس لانه مش عايز يخف، والخوف كله كل الخوف من ايه؟ سيبتسيميا. سيبتسيميا تموت السيرجيكال سندروم ده قاتل. ادي الكرونيك ابسس هنعمل سؤال فيه خالص واضح بيه في الحال. لانج ابسس بيه في الحال. بروكتيكتس يعني ايه بروكتيكتس؟ شكله بعيد انتم النهارده مش شفت ليه؟ طولنا احنا هنبتدي بعد الشات نيورولوجي ممكن؟ مفهوم. فتمتعت بالنيورولوجي متعه غير عاديه، يعني جاي يزيد كل واحد يجيب معاه حجاب ويربط نفسه في الكرسي. لو انت بتسمع نيورولوجي جالس وبترقص ولا تقف في حاجه تربط نفسك في كرسي خوفا من ايه؟ من الفضائح. مين بعد كده حاجه هامه جدا وهي بروكتاس؟ وات از بروكتاس؟ البروكتاس نورمالي تيتر تو ذا ايتيرن. يلا نحفظ كده. نورمالي تيتر تو ذا ايتيرن. ادي بروكتاس اهي. طبيق في النهاية. Bronchitis acts dilatation of the bronchus of the terminal end of the bronchial and bronchioles. شرط أن يكون perfect. أنا ممكن أضيليت من البرونكال وأحط ديك مصفرش عليه جدا، لكن لازم يكون perfect. طب perfect عارف ازاي؟ عارف ازاي؟ لا يمكن تبعيد إلا لو حصل infection. يبقى التعريف Terminal dilatation of the bronchus and the bronchioles with infection. لأنها بدون infection لا قيمة لها. ممكن جدا إنكم عندكم bronchitis مش فايدة.
لماذا ما خدش الاكشن؟ البروكيكسز لها ثيوريز كتير جدا. الثيوري الاولى كونجنتال. كونجنتال ايه؟ كونجنتال ويك وول. الورد ويك كنت ضايل في الاخر كده ما بنزلش مساحه. زي بالظبط الممثل اسفل شراب قديم. واحد عنده شراب قديم واتغسل كتير جدا تلاقي الاسفل عمل كده. هذا هو البروكيكس. ويك وول. طب هذا الويك وول ممكن يبقى اكواير أكواك السموكر بيسمعوني كويس بقى. البوست انفكشن من البرونكايتس ريبيت اتاك برونكايتس تخلي الوول فيري كبير البرونكايتس. فده ويك وول ايضا كونجنتال اور أكواك من بوست انفكشن او بوست برونكايتس برونكايتس. طيب ممكن البرونكايتس يستنى ممكن يكون جالي ايه احنا فيروس صح؟ ثم تعمل تراكشن على ايه اللي جنبك يبقى دي يا فيروس واللي جنبها هي ايه؟ هي بروكيكس. بروكيكس فايتيشن اوف ذا تيرمينال اند بروكتوز والانفكشن. هناك بروكيكس بتيجي في الايدز فدايما مقلوبه يعني بروكيكس بدل ما هي كده الانفكشن بقى اللي عملت فدايما في الدرين وبالتالي از نوت سفر سندروم اسمها ايه؟ اسمها نشا بروكيكس الزيكا. طب ايه البرزنتيشن بتاعتها؟ هيموكسس يعني يقولوا في مصر ما يقولوش ايه سفر من بلد. عندنا بروكيكسز مشهوره جدا جدا مع البعيني فاكرينه في كارديولوجي الله يرحمه طبعا وانا لله وانا اليه راجعون في كارديولوجي ده فاكرينه ولا خلاص خلص؟ كامل عنده درس كارديولوجي ممكن يبقى عنده اسنتيليزا فاينسز اند بروكيكس واسمه ايه؟ كارتاكس بروك برافو عليك كارتاكس بروبروتيكس كونجنتال لكن عنده ايه ديكسترو كارتش او ديكسترو بوزيشن اي بروكيكس تمام. طب البروكيكس ممكن جدا جدا تكون في اي سن يس طبعا اذا كان كونجنتال هتبقى سن غلط اذا كان البوست واحد سموكر وجاله بروكيكس وقت ده كريتيكال بيكشر البروكيكس نفس الكلام ده نفس الاسس الجنرال سوري كمان سوري كمان في بابا نصر كل يوم نصر طيب ما تعمل سيكشن عالم أباسس افترض ان عنده 5 6 10 20 1000 سنة 10000 سنة لا ده كاركترستيك او بروتكتس ذات اديت احفظ الكلمة باي لاترا بيزر بيجي اديت باي لاترا بيزر بيجي اذا عندما اجي الاس باي لاترا بيزر ليجي which is change the word it is broken. النهارده في كريبتيشن بكره مفيش. النهارده كان في بروتين بيزنس اختفى. يبقى change the word physical signs is in favor of broken وده سهل جدا 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 التشخيص. من اسهل الحاجات اللي بتشخص اللي ده عنده broken. واضح؟ فاهمين انت تحكم بروكيكس باي لاف بي شيج فيزيكا ساينس عندي دي مقصود ولا ايه؟ لا نفس الكلام ايضا هايبوبروتينيميا او كوربالمونات او ابيوبوز نفس الكلام البنك اكسس لكن في الانفستيجيشن بيفرق اول حاجه نعمل ايه؟ تطلع ايه الاكس راي في هذه الحاله؟ الاكس راي تطلع واحد نورمال. واحد نورمال. اكس راي نورمال. ادي اول حاجه. اذا على فكره خلال بينك وبين عيالك روح اعمل اشعه. اديله زي ما هي على فكره ممكن اشعه تطلع نورمال والمرض اللي انا قلت لك عليه هو هو. ما يبقاش يقول لك اتفضل يا دكتور الاشعه طبيعيه لا طبيعيه ما تمشيش. اثنين اكسجريشن اوف ذا بروكو بصل الماركي فين؟ باي لاترال بيتا يعني بص كده على الارض اهي بص على الصوره دي تلاقي الحته دي واضحه لكن فوق ده ده بروكو بصل الماركي اللي البروكو مع البيت الماشين واضحين لانك ماشي عليهم بقى او الفيري فيري كاركترستيك البروكيز هاني كوم كانك انت عامل هنا ايه؟ خلايا نحت هاني كوم باي لاترال بيتا او اخر حاجه ان تتحول هذه القصه الى كراميك اباسس مالتيبل كابيتال
يبقى ما هي الاكس راي؟ دي بتشوف البروجيكت اربعه، واحد نورمال اكس راي، اثنين اكسجريشن اوف ذا برونكو فاسكولار بارت، ثلاثه هاني مون ابييرنس لكل طبق عظيم. كل الناس ما لا تعلم البروجيكت الراجل ايه هاني مون ابييرنس. خمسه او اربعه مالتيبل كابيتال ديسبلو ديفيد، ده اسوء حاجه مفيش يقدر. لا الساعه 10 انا قلت له لا. تمام. نعمل بروكوسكوب لا داعي الحاله واضحه جدا دي. نعمل بلاد بريشر هنلاقي يوم سيتوز شويه انيميا. نعمل يورين فور بروتين، نعمل يورين فور بروتين مفيش اي مشكله. ليه؟ عشان اماليدوز. اماليدوز كومبليشن على فكره مهمه جدا جدا اماليدوز، فده اساسي يعني. يورين بروتين نعمل ايه تريتمنت؟ واحد بوشر دريج، من غير بوشر دريج ايه؟ فبوشر دريج ذاته ولا الراجل ميت كده وبتكح، كل ما يجيلك كحه طلع الدم، ثم انت دراجه بروبر تايم بروبر تايم بروبر تايم، ثم اكسبكترز ودي اوبرنس عشان ايه؟ ريت الحقوق كده. هل هناك سيرجيكال تريتمنت؟ لا مش شرط ان تكون لوكالايز بروتكس. هل هناك سيرجيكال تريتمنت؟ لا مش شرط ان تكون فيري لوكالايز بروتكس. What are the problems in patients with bronchitis? The problem is that the upper part of the lung compensated by disease. واللور بارت از ديستروي باي بروكيتس. فالريسبيراتوري فيريال از كومن بروكيتس. لماذا؟ لان اللور بارت از بالباثولوجي بتاع بروكيتس، اند ابر بارت كومبنسيت باي الاكزيما او ريكوكسيلين بهذا القصر. سي دي تشيست طبعا السبيل عن الكلينكس ري لتشخيص البروكيتس، لان هيقلل لك الدايلتيشن. هل ممكن نحكي نسبغه ونشوف الدايلتيشن ده؟ بنعملها بس دلوقتي بنرجع بعد السي تي. يعني نحن نسبغها بروكوفر. نحن هنلاقي نورمال هوريها لك ذا بروكاي بيبر فروم الاتسان دي دايليت فروم الاتسان. الانفكتد سيستم لان ده سيستم فايبروز ده زي البروكيز ده كونجنتال هارت اللي كنت فيه وكده. لو كان عنده الفا انتيبريكتد ديفيشنسي يبقى ده الاكزيما ايرلي اللي بعده. الالفا انتيبريكتد هو الانزيم المسؤول عن انك تحفظ الالفيولوس بعد ما. When this enzyme is lost, the alveoli take a mistake. اي اكزيما. الاكزيما فين؟ هو وزنه عند 5-7 سنين. ده ليه بقى بيتفكر في السندروم؟ الفا 1 انتيبريكتد ديفيشنسي يبقى الاكزيما ليفر سيروزس وتفلس عليه. البريمه والبروكو بروكس ولا سهل، واحد من البريم بس فتحت السكت على الغلغل، طب اعرفه ازاي؟ احنا تبغي احنا تجريده هتطلع في الغلغل، يبقى وين تدرجوز؟ فرق تدرجوز البريم. الاول ده عامل البريم، طب البلغم اللي عامل ده يا ترى ده رقم ليجن ولا ده بلور ليجن؟ هحط تجريده اذا طلع في الاكسبكتريشن اصبح عارف. لا يبقى لا اسوشيشن او امبريمه بلس لانجويج. تريتمنت سيرش. سيرش لازم تاخد فلو وانه هو تفصيل عشان نطلع هذه الامبريم. اعتقد كده انكم كويسين تركيز من الكلب وكلب اليوم الخميس الجاي بيت الشيس وجايز بالفيديولوجي الخميس الجاي. اقول لكم يقول لي الخميس الجاي لا بس استنى انا هحط الواد دي استنى كل مسكر الجمعه ولا مسكر الخميس؟ لا انا غالبا قلت له مسكر الجمعه انا رايح اقول محاضره فغالبا قلت له طب ممكن بالتليفون نتكلم؟ يعني واحد يكلمني ويبلغ الاعصاب. ايه بقى؟ حاول حاجه حاول لكم يعني هي كل اللي فاضل في الشيفت كله دول ساعه. انا هكتب لكم نيورولوجي واقول لكم شو زي ما عملنا في البلاد بورد.